السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا ممكن تعمل من خلاله السي في بتاعك، يعني ممكن تقول له أنا عايز أعمل سي في، فهو عنده تمبليت كتيرة جاهزة، مجرد إن أنت هتبدأ تملى السي في ده، هتبدأ تقول لك مثلا الاسم بتاعك، فتبدأ تحط الاسم وهكذا. الموضوع سهل جدا، بسيط جدا، تمام. خلينا مثلا نختار وليكن مثلا أن ستايل، هنختار الستايل دوت اللي هو يكون في الصورة، ولكن دوت اهوت، دوست عليه وقلت له انا عايز اعمل كاستمايز ذيس تمبليت. كل اللي عليك ان انت مثلا هو كاتب عيد ميلاده في فبراير، انت عيد ميلادك في يناير، اكتب عيد ميلادك. هو كاتب اسمه الاسم دوت، انت ابدا ايه اغيرها الوظيفة، غيرها. طيب انا عايز احط صورتي هنا، فكل اللي عليا ان انا هروح هنا الابلود وابدا ارفع الصوره بتاعتي، ومجرد بس اعمل لها دراج هو يحطها في نفس الدايره ونفس الستايل ونفس كل الحاجات دي، تمام. ادهي مثلا الصوره بتاعتي، هسحبها واحطها، مش محتاج ان انت تقصها ولا حاجه خالص. الاسم تيجي هنا وتبدا تكتب اسمك. الورك اكسبيرينس تبدا تكتب الورك اكسبيرينس بتاعتك. الادوكيشنال ستوري اكتب المدارس والكليات اللي انت درست فيها وهكذا. طبعا المفروض تحط نفس الصوره يعني. وتبدا بقى تحط لينكد ان بتاعك والايميل بتاعك والتليفون بتاعك وكل القصه بتاعتك دي، فانت هتعمل حاجه كويسه جدا في سهوله. طيب خليني اقول له بقى شير وابدا احملها داونلود، تمام، بي دي اف، او هي غالبا هتبقى بي دي اف. خلي بالك ما تعملش السي في بتاعك صوره لاي سبب من الاسباب، لاي سبب من الاسباب ما تعملوش صوره خالص. ليه ما تعملوش صوره؟ لان اغلب اتش ار بيعتمد على بعض التولز او بعض الادوات او بعض البرامج، بيقول له انا عندي سيفات كتيره، عايز السي في اللي واخد شهاده الليد، عايز السي في اللي واخد مثلا ايلز، عايز السي في اللي واخد مثلا شهاده ريفت اللي عند، وهكذا. فلو انت مش كاتبها او هو مش قادر يحصل عليها لانها صوره، فمش قادر يعملها سكان، مش قادر يعملها او سي ار، خلاص مش هتطلع معاه في البحث. فتجنب تماما ان انت تعملها بالفوتوشوب وتسيفها صوره، لا. لو هتسيفها حاجه اتاكد بعد ما تسيفها، اتاكد مثلا سيفتها بي دي اف او اي حاجه، ان انت تقدر تعمل سيلكت على الكلام وتعمل له سيلكت او تاخده كوبي، ساعتها يقدر البرامج انها تشوفه، تمام. تقدر بقى تعدل كل الحاجات اللي انت عايزها. لو عايز ترفع اي صوره هتقول له ابلود ايمج، لو عايز تغير الستايل هتيجي تقول ان انا عايز اغير الديزاين اهوت، مجرد بس تختار كده هيبدا ان هو يغير لك الديزاين وكل حاجه. طيب هتلاقي برضو بعض الابس او التولز اللي موجوده هنا اللي هتسهل لك من خلال الذكاء الاصطناعي، مثلا ان انت تكتب، يعني في كذا تولز موجوده حسب اللي انت عايزه. ممكن تقول له ابس وتدخل في الادوات اللي ممكن تسهل عليك الشغل، مثلا عايز تعمل شارت، عايز تحط صوت، عايز تحول تعمل كيو ار، كيو ار دي يعني علامه كده، اول ما يعمل لها سكان يبدا يجي له بيانات على الموبايل. كل دي تولز اغلبها يعني فيها كتير قوي شغال بالذكاء الاصطناعي، تمام. طيب درو تبدا ان انت مثلا عايز ترسم حاجه في قلب الشيء بتاعك، الديزاين اهوت، الفريم لو انت عايز تضيف اي صوره او اي شكل او اي حاجه من الحاجات دي، وما تحاولش ان انت تظهر الستريت بتاعك، المهم البيانات اللي فيه دي اهم حاجه. طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه ده بالنص ممكن تطبقه لو انت حابب على مايكروسوفت ديزاينر، وده برضو اونلاين وكل حاجه، وادوب اكسبريس ده برضو اونلاين، هما الثلاثه نفس الفكره. من خلالهم تقدر ان انت تعمل سي بتاعك، تقدر تعمل تصاميم، تقدر تعمل فيديوهات، تقدر تعمل حاجات كتير قوي، وتقدر تبيع الخدمات دي. يعني تروح على موقع زي فريلانسر، تروح على مواقع زي ابورك، زي في خمسات، كل موقع دي ممكن تقول لهم انا ممكن اعمل لكم تصاميم. في مكاتب تبقى عايزه بس تصمم كارت، تصمم دعوه الفرح، دعوه الطلاق، دعوه لعيد ميلاد، الحاجات دي كلها تقدر ان انت تصممها لهم بمقابل. فانت ده كده في شغلك. ساعات انا بحتاجه في شغلي حاجات زي كده، بستعين بدل ما استطلب اي برامج بستعين بكانفا، والمجاني عنده بيكفيني، ومايكروسوفت ديزاينر وادوب اكسبريس، التلاته
بالمجان اللي فيهم كفايه. لو دفعت فلوس بيديك مزايا اكتر، زي مثلا لما قلنا له هنا الشيف تمام، وقلت له انا عايز اعمل داونلود، قال لي كله ينفع ما عدا السي في جي. السي في جي ساعات بيبقى عليه بفلوس، اهو شايف عليه علامه كده تاج ان ده لازم تكون بفلوس، لان هو بيسيف لك ليارات وانيميشن وحاجات حلوه يعني تمام. قلت له ينفع ان انت تجرب الكانفا برو فتره، ولو عجبك ممكن ان انت تشتريه، او تقول لهم لا مش عاجبك. وممكن تحصل على لينك، يعني لو انت مش عايز داونلود لا عايز لينك تشيره مع اصحابك، ممكن تقول له كوبي لينك، يبدا يديك لينك ليك انت بس او اي حد ممكن يشوف اللينك دوت. او تقدر تقول له انا عايز اشيره على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، تويتر، جروب، تيك توك، كل الحاجات دي تقدر انت تشير عليها الحاجات بتاعتك. ولو بفلوس تقدر تعمل سكادول، يعني تقول له الشغل دي بعد مثلا يوم السبت الجاي، او او انت عامل الحاجات دي الفجر، ولو شيرتها دلوقتي مش هيوصل ناس كتيرة، فتقول له لا شيرها لي على الساعة 7 او 8 بالليل.